وننتقل الآن إلى ضيفنا عبر الخط الهاتفي. ينضم إلينا السيد علي هليل، عضو الهيئة الإدارية للاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا. أهلا بك سيد علي، مساء الخير. أهلا، مساء الخير لكم المتابعين. أهلا بك. أنوه بداية إلى أنك تتحدث إلينا من ألمانيا، أحييك، تحياتنا لك من رام الله من فلسطين سيد علي، ولكل الجهود المبذولة في إطار دعم وإسناد قطاع غزة. في هذا الخصوص وفي إطار الجهود التي تبذلها الجالية الفلسطينية في أوروبا لدعم وإسناد قطاع غزة، ما الذي يمكن أن يقال سيد علي؟ يعني بالحقيقة المشاركة الفلسطينية أو الجهود الفلسطينية في أوروبا هي بشكل عام هي تقريبا بشكل يومي. إذا بدي أتحدث عن ألمانيا وتحديدا برلين، في الفترة الأخيرة تحديدا يعني في 100 يوم من العدوان أو أكثر من 100 يوم من العدوان على شعب الفلسطيني في قطاع غزة، بشكل أسبوعي لمرة أو مرتين تنظم مسيرات أو وقفات في برلين تحديدا وفي باقي المدن الألمانية. وهذا يعني بتكتفي كمان على معظم العواصم الأوروبية، سواء كانت في بلجيكا أو في السويد، فرنسا وألمانيا، ولكن برلين تحديدا أيضا يعني برلين لها خصوصية كبيرة في ألمانيا أولا، ومن خلالها بنحاول إنه يعني بتعرف إنه ألمانيا هي قلب أوروبا، وموقفها للأسف لحد الآن اللي هو نقدر نعبر عنه ضد الشعب الفلسطيني من الحكومة، هنا أنا بحكي مش من الشعب الألماني، وبالعكس يعني اليوم التحركات الفلسطينية في ألمانيا بدأت تأكل ثمارها، لأنه صار في نحكي نوع من التململ من الجمهور الألماني أو من الشعب الألماني تجاه موقف الحكومة من قضية فلسطينية، والدعوات اللي عم تصدر والمسيرات اللي عم تصدر، صحيح انها تنظم من قبل الجالية الفلسطينية، ولكن المشاركة هي مشاركة واسعة من الشعب الفلسطيني والعربي وايضا الالماني وكل المتضامنين مع الشعب. تمام. يعني انت سيد علي في حديثك اشرت الى نقطة جدا مهمة متعلقة بالخصوصية، خصوصية الموقف الألماني الرسمي من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية لأكثر من 100 يوم. هذا الموقف يعني مع الأسف الشديد تطور كان يعني سلبي فيما يتعلق بدعم ألمانيا لإسرائيل التي تمثل أمام محكمة العدل الدولية وتنظر محكمة العدل الدولية في ارتكابها لجرائم إبادة جماعية، بطلب طبعا من دولة جنوب إفريقيا للنظر في ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين في قطاع غزة. كم بتقديرك وبرأيك سيد علي يحتاج هذا الموقف إلى حراك بالمقابل يعني من الجالية الفلسطينية في أوروبا بشكل عام، في ألمانيا بشكل خاص أيضا؟ اولا يعني بدي انوه لشيء ايجابي جدا كان اليوم في بلجيكا، انه بلجيكا اعلنت يعني وقوفها يعني لجانب جنوب افريقيا في المحكمه الدوليه، في محكمه الجنايات الدوليه، وهذا موقف يعني من بلجيكا كثير مميز. يعني حتى انا الاصدقاء اللي يعني او النشطاء اللي في المانيا في بلجيكا بيحكوا موقف حتى البوليس البلجيكي جدا رائع وممتاز يعني ومتعاطفين، وفي مسيرات بتطلع 50 و60 الف. ألمانيا اللي إذا بدنا نحكي عن ألمانيا تحديدا، الحكومة الألمانية بمختلف أحزابها السياسية هي واقفة يعني قلبا وقالبا مع إسرائيل. في بعض الأوقات يعني بيصدر هون أو هناك حديث عن الدولة يعني دولة فلسطينية أو الاستيطان، ولكن الإعلام الرسمي الألماني يتجاهل كليا حقوق الشعب الفلسطيني، وتركيزه يعني التركيز الكلي على 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 إسرائيل، وهذا له أكثر من سبب. السبب الأول أو السبب اللي هو دائما اللي مبرر اللي هي عقدة الهولوكوست، ولكن في قضايا أعمق من هيك كمان يعني يعني هي تستخدم، سواء كانت من سيطرة اللوبي الصهيوني مثل الولايات المتحدة الأمريكية طبعا موجودة هنا في ألمانيا. الشيء الثاني التبادل الاقتصادي الكبير ما بين ألمانيا وما بين إسرائيل، يعني تحديدا ما بعد الحرب تبادل الاقتصادي زاد 10 أضعاف،
ودول أوروبا معظمها ما بعد الحرب الأوكرانية في عندها ركود اقتصادي، وهذه طبعا يعني أنت بتعرف الاقتصاد هو يعني السلاح يستخدم دائما يعني محرك. فالحكومة الألمانية والأحزاب الحاكمة هي مع إسرائيل قلبا وقالبا، وهذا طبعا في كل مؤسسات الدولة. ولكن الإعلام البديل اللي ألمانيا غير قادرة السيطرة عليه، حتى يعني كل اللوب الصهيوني غير قادر السيطرة عليه، سواء كان يعني وتحديدا التيك توك والسوشيال ميديا، بدأ الناس أو الجمهور الألماني يشعر بال يعني في تململ. يعني وفي إحصائية قريبا راح تصدر انه الجيل الشاب بدا يتعاطف بشكل كبير مع الشعب الفلسطيني. نعم. وهذا شيء كثير ممتاز، لانه احنا دائما الرهان على الشعوب، لان هي الشعوب هي المحرك الاساسي. نعم. ففعلا يعني مع استمرار الحراك ممكن يكون في تغيير بالموقف الالماني، ولكن هذا بتطلب منا يعني كشعب فلسطيني وكل مناصرين القضية الفلسطينية. أيوة. انه يكون في حراك كبير في هذا الموضوع. طيب. إضافة لذلك سيد علي، بس اسمح لي يعني عذرا على المقاطعة، اسمح لي فيها، ولكن أعتقد بأنها مهمة. يعني المسألة المتعلقة بالشباب والرهان على الالتفاف الكبير من الشباب في المجتمعات الأوروبية بشكل عام وفي الشارع الألماني على وجه التحديد، لأنه يبدو أكثر تحررا من عقدة الهولوكوست من يعني آبائه وأجداده عمليا. هذا الجيل الشاب الآن في ألمانيا يبدو أكثر تحررا من هذه العقدة، وبالتالي هو أكثر أيضا تأثيرا وأكثر فعالية على المشهد بشكل عام، لا سيما بأنه في أوروبا وليس فقط في ألمانيا، في أوروبا بشكل عام يتم مراعاة المزاج العام ومزاج الشارع العام لدى صناع القرار وفي دوائر صنع القرار لدى صناعة القرار. أنا أدرك بأنه هذا بالتأكيد سيأخذ وقت، ولن يعني ولن يعني انعكاساته ستكون عمليا بحاجة إلى وقت، لن تتجلى في الوقت الآني الآن وفورا ولوقف العدوان بشكل فوري وسريع، ولكن كم من المهم البناء على مثل هذا المتغير المهم باعتقادنا. يعني هذا اللي حكيتيه جدا مهم. في عملية بناء، يعني أنا بدي أحكي لك عن تجربة مش شخصية، يعني في مركز الموزيك الثقافي في برلين، إحنا يعني بدأنا بمد جسور مع المجتمعات أو مع المجموعات الألمانية المناصرة للشعب الفلسطيني. ما بعرف إذا سمعتوا عن في اتحاد الطلاب اللي هو الستودنت كوليشن، اللي هو عمل اقتحام لجامعة في برلين، وطلعت وزيرة الخارجية ضده وحكت وعبرت ضد وزيرة الخارجية. هذه المجموعة هي مجموعة انترناشنال، يعني ومجموعة الفلسطينية اللي فيها والعرب قليل، المحرك الأساسي فيها هم يعني انترناشنال وأغلبهم من الألمان. هذه المجموعات بدأت تستضيف، ومش بس تستضيف، يعني مثلا بتستضيف يعني كتاب وأدباء معارضين للصهيونية مثل إيلان بابي وغيرهم. إضافة لذلك بدأت تتحرك بالشارع، إنه بكفي يعني إنه حجم الجرائم اللي عم بتصير تجاه الشعب الفلسطيني لا يمكن السكوت عنها، وإنها هذه أصبحت مقياس لمدى إنسانية الشخص في تقبل هذا الشيء. وللحقيقة أنت مثل ما حكيتي إنه الأجيال الناشئة أو الصغيرة مش بس إنها هي متحررة من العقدة النازية أو المحرقة، هي كمان عندها قدرة على الانفتاح مع المجتمعات المختلفة، وعندها قدرة على استخدام كمان بجوز وسائل التواصل الاجتماعي، على التكلم كمان بعدة لغات، لأنه الأجيال الجديدة أو الشابة تجيد اللغة الإنجليزية والألمانية، ولكن الأجيال الغير شابة هي تجيد فقط اللغة الألمانية. نعم. وهذا بيسهل على الإعلام أنه يوصل رسالة واحدة، وما بيقدر يشوف أو يسمع شيء آخر. ولكن إحنا بلشنا نشوف فيه على بعض وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات صغيرة بتحكي عن بشاعة الجرائم الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني، وهذه في عليها تفاعل كبير. نعم، لأنه سيد علي كما مرة ما يجري في قطاع غزة وما تحدث آلة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة هو المحرقة بعينها، طبعا مع يعني مع فارق يعني ما يحدث، ولكن ما يحدث في قطاع غزة هو جريمة
جريمة إبادة جماعية وجريمة إسرائيلية متكاملة الأركان بحق الإنسان الفلسطيني. ويعني وأنا أدرك يعني حجم تفهمكم وحجم تفاعلكم أيضا كجاليات فلسطينية، ولا أريد أن أسأل عن يعني مجهودكم والخطوات اللي بتقوموا فيها، لأنه هي واضحة معنا الآن على الشاشة، نحن نشاهد جزء طبعا من تظاهرات التي خرجت في برلين بالأمس، وتبدو يعني تبدو حجم المشاركة وكمية المشاركة يعني واضحة صراحة. ولكن أنا بدي أسأل عن ما بعد، يعني شو بتفكروا لبعدين أستاذ علي، وبتفكروا أكثر بشو بالفترة القادمة، لأنه فعلا يعني هذا العدوان طال، ويعني الخسائر يعني تتزايد، والأزمة الإنسانية تتعمق ساعة بعد الأخرى في قطاع غزة. أولا الشيء الأول اللي هو الاستمرارية في هذه الوقفات، يعني أو هذه التحركات اللي بالشارع بمختلف المدن الألمانية. يعني إحنا حاليا مرتبين لأسابيع لقدام إنه يكون في مسيرات، يعني في برلين مثلا، أنا أعطيك كمثال، في يعني وقفتين أو مسيرتين أسبوعيا، واحدة في منتصف الأسبوع واحدة يوم السبت. هذه يعني راح تستمر تجوب الشوارع وتحكي يعني لإيصال رسالة واحدة، اللي هي إيصال رسالة صوت الشعب الفلسطيني في أوروبا للشارع. الشيء الثاني للضغط على الحكومات الأوروبية المختلفة إنه يكفي الكيل بمكيالين وهذه الإزدواجية المعايير تجاه الشعب الفلسطيني. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني التنسيق مع كل المجموعات المناصرة للشعب الفلسطيني حتى إنها هذه تستمر معنا. مثلا أنا بدي أعطيك في ألمانيا الصوت اليهودي هو صوته جدا مهم، ولما يخرج الانتقاد للاحتلال ولدولة إسرائيل من يهودي بيكون كثير بيسهل علينا كشعب فلسطيني حتى نوصل صوتنا للشعب الألماني، لأنها هذه مثل ما حكيت بتساعد إنه يفهم الألماني إنه كمان اليهودي المتحرر من هذه العقدة هو واقف مع الشعب الفلسطيني. الشيء الأهم كمان إنه نحاول نكسب بعض الأحزاب الصغيرة اللي ممكن يكون لها مستقبل، ونأثر على الأحزاب الحاكمة، لأنه إذا هذه الأحزاب استمرت في سياساتها في أحزاب جديدة بلشت يكون في لها موقف واضح تجاه الشعب الفلسطيني. مثلا في قائد أو مش قائد، هو يعني يعني حزب سياسي الأمين العام اللي له اسمه تودنهوفر، هذا هو واقف مع الشعب الفلسطيني قلبا وقالبا، ودائما هو بيخرج تصريحات ضد الحكومة الألمانية. كمان اليسار الألماني انقسم بالفترة الأخيرة، وقيادة هذا الانقسام هم قلبا وقالبا مع الشعب الفلسطيني، وبدأوا يتحركوا مع الشعب الفلسطيني. الآن دورنا إحنا كجالية عربية وفلسطينية إنه نمسك هذا الكرت الأحمر للائتلاف الحاكم، إنه هذا الصوت لن يذهب إلكم، رح يروح لهذه الأحزاب اللي هي مناصرة للشعب الفلسطيني. وهذا إذا تم استخدامها بالشكل الصحيح ممكن إنها أولا تتأثر على 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 هذه الأحزاب اللي في القيادة الحاكمة، أو ممكن إنها تساعد في وصول هذه الأحزاب الجديدة في الوصول لسدة الحكومة والتأثير على صناعة القرار. أنا ما بحكي إنه هذا ممكن يكون بيوم وليلة، ولكن هذا بحاجة إلى وقت. طيب. ولكن التأثير، الشيء الآخر الإيجابي اللي عم بيصير إنه القضية الفلسطينية أصبحت حاضرة وبشكل كبير. ومهم جدا، وهذا بلش يعني كل الجالية الفلسطينية تفكر كيف إحنا ممكن نراكم عليه. هذا الشيء الأول، وكيف ممكن نغير داخل هذه يعني داخل هذا الصوت الحكومي ضدنا، لانه بصراحه الهجوم كان يعني على الشعب الفلسطيني سواء كان في الداخل او في المانيا تحديدا. يعني تحديدا انا شخصيا كنت اوصف نفسي وانا امشي في شوارع المانيا او يعني في شوارع برلين في بدايه الحرب وكاني ماشي بمستوطني، لانه لمجرد ظهور وجهك انت مختلف عنهم فانت دائما متهم إنك أنت بالإرهاب، وهذا يعني كمية العنصرية كانت في البداية جدا جدا كبيرة، بلشت تنكسر، نشوف في تضامن كبير، ولكن كبيرة كانت جدا، لأنه حجم العداء والكراهية اللي تسوق كمان من الحكومة الألمانية تجاه الشعب الفلسطيني في البداية كان لا يوصف. نعم، وبالتأكيد يعني هذا ملحوظ سيد علي من خلال
يعني المشاركات، ربما المشاركة الواسعة وخروج المظاهرات بشكل منتظم، وليس فقط في برلين، في مدن ألمانية أخرى أيضا، يعني مدن ألمانية كبيرة رئيسية تعتبر، وبالتالي هذا يعني كان يعني تحول فعلا لافت وحضور يعني مهم جدا للقضية وللموضوع الفلسطيني. أنا أدرك يعني ضغط الوقت ربما سيد علي والتزاماتك اللاحقة، ولكن في أقل من دقيقة إن أمكن، كيف من الممكن فعلا تشكيل وتكوين جماعة ضاغطة على مستوى أوروبا سيد علي، لوبي فلسطيني وعربي على المستوى الأوروبي، لا سيما يعني في ظل وجود يعني جالية فلسطينية كبيرة في أوروبا؟ احنا بنحكي تقريبا عن 1 مليون فلسطيني في أوروبا، ناهيك عن الجاليات العربية والإسلامية الأخرى. يعني انا بدي احكي على صعيد الاتحاد العام للجاليات الفلسطينيه. احنا من بدايه العدوان على شعبنا في قطاع غزه بدانا بتشكيل لجنه اعلاميه. هذه اللجنه الاعلاميه كان هدفها هي اولا ايصال الصوت الفلسطيني يعني للشعب الاوروبي. الشيء الثاني بدانا بتجميع يعني او بتجميع اسماء لمؤثرين وسياسيين مناصرين للشعب الفلسطيني، حتى انه ممكن هذه المجموعه يعني ما بعد ان شاء الله يعني ينتهي العدوان باسرع وقت او يعني احنا ما بنتمنى انه يستمر العدوان، ولكن ما بعد العدوان انه هذه المجموعه انه نبدا نتواصل معها حتى نبدا بالضغط داخل اوروبا وتحديدا داخل البرلمان الاوروبي على الحكومات الدول الاوروبيه باتجاه إحقاق العدالة للشعب الفلسطيني، وتبني أنه آن الأوان لأن ينال الشعب الفلسطيني حريته ودولة المستقلة وعاصمتها القدس. إحنا بدأنا بشكل يعني بشكل متسارع، وحاليا نعم. يعني في مجموعة بشكل يومي للتواصل مع هذه المجموعات ومع مع الشخصيات المختلفة، وممكن أن يكون في مؤتمر في بروكسل لهذه المجموعات، وفي ايضا بلشنا نشتغل على مستوى الاعلام وعلى اكثر من سياق، حتى انها هذه القضيه الفلسطينيه تظل حاضره الى حين ما ان شاء الله يعني تنتهي وينتهي هذا العدوان وتنتهي هذه الازمه. شكرا لك سيد علي هليل على وجودك معنا، مشاركتنا ايضا اليوم السيد علي هليل عضو الهيئه الاداريه للاتحاد العام للجاليات الفلسطينيه في اوروبا. شكرا جزيلا لك. تحياتنا لك. تحياتي.